بهالفقرة مثل ما ذكرنا رح نحكي تدقيق جنائي ووضع مالي واقتصادي، خصوصا بضوء كلام الوزير غازي وزني الأخير عن أموال المودعين اللي عامل بلبلة بالأوساط. كل هذه المواضيع بصرنا أنه نناقشها مع ضيفنا العزيز البروفيسور جاسم عجائة، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي. صباح الخير. بونجور. صباح الخير لكم سيداتي، وصباح الخير للمشاهدين، واليوم كمان سبت النور عند اخواننا الارثوذكس، فينعاد عليهم جميعا يا رب. اليوم سبت النور عند اخواننا الارثوذكس؟ ما بعرف، لا مش على اساس اليوم ابدا، لا مش على اساس اليوم، خلينا بالنهار شهر نرمين ارثوذكسي لازم تعرف. لا لا مش اليوم. ايه هي عاده اسبوع بتفرق، مش هيك؟ لا شهر، سنه شهر. مش لا مش بالعاده اسبوع، احنا للصيفيه هن مصيفين. بسيطة بسيطة، فولت عليهم بالمنيح. بروفيسور بدي بلش معك بالتدقيق الجنائي. كنا كلنا ناطرين الاجتماع المبارح بده يصير، الاجتماع اللي وصف بالحاسم خصوصا من بعد كلام رئيس الجمهورية. اجا هذا الاجتماع بالشكل إيجابية بالمضمون، بعدنا محل ما نحن. بتوافق على هذه المقاربة؟ لا. السبب لأنه بعتقد أنا أنه التدقيق الجنائي مش على السكه، يعني ما بقاش حدا يقدر يوقفه على الخالص. حضرتك بتعرفي انه هذا صار مطلب دولي وفي مطلب داخلي لإله، وبالتالي لا يمكن انه حدا يقدر بقى يوقف بالطريق. هلا هذا ماشي. وبالتالي من ناحيه تسليم المعلومات لا اعتقد انه حدا بقى يقدر يعرقل ولا باي حجه. قبل اقرار القانون 200 على 2020 اللي اجى هو نتيجه المخاطب اللي قام فيها فخامه الرئيس مع المجلس، كان في مبرر قانوني، بس من بعد هذا القانون لم يعد هناك من مبرر قانوني. ولكن ست ريتا اذا بتسمحي لي، في مشكل اخر بعتقد انه ممكن انه يظهر هو على صعيد العقد. خير. نحن بنعرف بالتدقيق المحاسبي العادي، نعم، انه عاده بس يقوموا بتدقيق محاسبي عادي بيكون هذا التدقيق وفقا لمعايير، يعني بيستعملوا مثلا مثل معيار الاي اف ار اس او اليو اس جاب. نعم. وبيقولوا باول التدقيق، بيقولوا انه انا قمت بعمليه التدقيق المحاسبي وفقا لهذا المعيار، يعني اذا في مخالفه بهذا المعيار بتتسجل، إذا ما في مخالفة لهذا المعيار حتى لو كانت مخالفة لمعيار تاني ما بتتسجل كأنه مخالفة. السؤال هلأ بالتدقيق الجنائي، وفقا لأي معيار سيتم القيام بالتدقيق الجنائي؟ هل هي وفقا للمعايير أو القوانين اللبنانية، أو سيتم وضع قوانين أو سيتم الأخذ بعين الاعتبار قوانين العالمية؟ هذه بدنا نعرفها لأنه هي شغلة كتير مهمة، ما بعرف إذا حدا عم ينتبه لها. يعني السؤال أنه بقلب العقد شو رح ينكتب؟ هل هو بس وفقا للقوانين اللبنانية وبالتحديد قانون النقد والتسليف، أو مثلا سيتم الأخذ بعين الاعتبار قانون قيصر يلي هو قانون خارجي؟ وهذا الأمر لازم يتحدد من هلأ لازم يتحدد. بس هو عفوا بروفيسور، شو له علاقه قانون قيصر بموضوع التدقيق الجنائي؟ اللي هو قانون قيصر بيفرض عقوبات على سوريا واللي بيتعاملوا او بيضخوا الدعم للنظام السوري، يعني حضرتك عم بتلمح انه تعاون الوزارات مع سوريا ممكن يكون في مشكله اذا استندنا لقانون قيصر؟ يعني هلا عم تزركيني ست ريتا. بدي احكي معلش حتى لو بشكل سطحي، حقيقة ماذا لو اكتشف انه في شيء عملية من العمليات كانت مخالفة لقانون قيصر؟ نعم. يعني معلش مثل ما بقولوا هذا الشق السياسي انا ما بحب فوت فيه، ولكن هذا بده يتحدد بقلب العقد لانه هذه شغلة أساسية وهذه ما فيهم يتجاهلوها، لأنه هذه العقبة بدها تنطلهم إذا هلأ ما عرفوا فيها وما عالجوها من هلأ. نعم. ضمن العقد حقيقة رح يكون في إشكالية لاحقا على هذا الصعيد، ولذلك كتير مهم موضوع العقد. تاني نقطة بالعقد، يعني حقيقة بدهم يحددوا
المهمة بالتحديد. هلا إذا بتسألي يلي مع التدقيق الجنائي ليش بدك تدقيق جنائي، بيقول لك بدي شوف الفجوة بحسابات مصرف لبنان. صحيح. طيب السؤال اللي بدنا نسأله لحالنا على هذا الصعيد هو شو معنيت كلمة الفجوة؟ يعني شو بنقصد بكلمة فجوة؟ هل هي رقم بس عم فتش عليه وين راح؟ هل بدي أرجع لورا 5 سنين 10 سنين 20 سنة لورا؟ بدها تتحدد المهمة بإشياء دقيقة أكثر من هيك، يعني أكثر من ما هي محددة بالعقد. وهذا يعني كله هذا عند وزارة المال، إذا بتسمحي لي كل هذا اللي عم بحكيه عند وزارة المال، لأنه برجع بقول لحضرتك ما حدا بقى يقدر يوقف قدام التدقيق مع المومنتوم اللي موجود فيه. ثالث نقطة وهذه كمان لا تقل أهمية عن النقطتين السابقتين، لمن سيتم تسليم هذا التقرير؟ بفرضية أنه أنا مثلاً جيت اعطيتيني هالتقرير وقلت لك هذا التقرير سري أنا ما في أعطيك إياه لأنه في سرية في شغلي، هذا بس بيني وبين وزارة المال. طيب مين اللي بده يكون مخول بهالحالة هاي يقول طبيعة المخالفات؟ مش بالضروري يفضحوا لأنه يمكن يكون في إشياء كبيرة، بس مين اللي مخول أنه يستلم هذا الملف حتى ما تموت ما يموت هالحق هذا؟ وهوني بده يكون واضح الأمر، يعني بده يكون واضح. ليش هو مش واضح؟ ما هو بيتسلم لو تنفترض مثل عم تقول حضرتك، بيتسلم لوزير المال، وزير المال مفترض المنطق بيقول بيسلم نسخة عنه لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء. يعني بالعادة هيك بتصير؟ لا هيك مكتوب بقلب العقد، بس هي لازم تكون مكتوبة برأيك؟ ما بعرف، أنا منش خبير قانوني ست ريتا، أنا خبير اقتصاد، أنا بفهم بالاقتصاد فقط لا غير. لذلك أنا عم نبه من على منبركم الكريم على 3 نقاط أساسيات ممكن يواجهوا موضوع التدقيق الجنائي على صعيد العقد. دكتور بس ما قبل ما نوصل للعقد ليبلشوا عنا عقبات قبل بعد ما وصلنا للعقد، يعني نحن امبارح لما بس يقدر يوقف بوجه التدقيق الجنائي ما حدا ان شاء الله. عال بس المسار واضح انه مش هيك، يعني في رئيس الجمهوريه عم يضغط بالنسبه للتدقيق الجنائي، الاطراف الاخرين كل الافرقاء السياسيين الاخرين هن واقفين بميل ثاني بالأقوال، بيقولوا هن مع التدقيق، بالأفعال بعرقله، وفي عدة مؤشرات على هالشي. وبيطلع امبارح مصرف لبنان من بعد 10 أيام على قرار تدقيق جنائي بيسلم الفهرس، انه كيف يعني المستندات وين؟ هلأ لحظة سيدي، هن كان في تصريح سابقا انه هن تكفلوا، ما هي ليش اسمعيني بس نتف صغيري ستريتا. بالتدقيق الجنائي، بالتدقيق الجنائي فيك تسألي كل انواع التدقيق، هيك بتتم العملية، بيبعتوا لوايح حتى يتفقوا انه ايه هاو هني بدي اياهم الملفات، انا رح أعمل لك هاي 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 هاي، وبيرجعوا بيبعتوا المستندات حتى ما يتم طبع المستندات بشكل منه طبيعي. هذه اجراءات روتينية لوجستية. بس هالاجراء ما تأخر كتير ينقال شو هي المستندات اللي بيوافق عليها المصرف؟ قلنا 4 أشهر رافعين السرية. راح اقول لك وين التأخير، انا بنظري هذا نظري، التأخير من وقت اللي تصوت على قانون رفع السرية المصرفية إلى اليوم هذا اسمه تأخير. ليش ما صار في اجتماع سابقاً؟ هذا في لك إنه ممكن يكون في إشياء، يعني عوامل سياسية معينة مثل ما بقوله، بس هذا هو التأخير، هذا التأخير من وقت اللي تصوت على القانون لا اجتماع نهار الجمعة. ليش هذا التأخير؟ ليش مثلا 4 أشهر يعني؟ ليش ما عملنا مثلا على الاعياد، يعني من بعد الاعياد، من بعد فتره الاعياد بشهر كانون الثاني؟ طيب اي متى رح يسلم المصرف؟ ما في مهله زمنيه تمصرف لبنان يسلم المستندات. هو قال باخر افريل كل شيء بيكون مسلم، كل شيء، مش معناته انه مش رح يسلم من هلا لاخر افريل، لا بده يسلم مستندات، بس هو قال بتصريحه انه باخر افريل بيكون مسلم كل شيء ان شاء الله. واللي أهم من هذا وكله كمان بحسب تصريح الوزير وزني مبارح أنه موافق مصرف لبنان، حتى لأنه هذه بتعرف حضرتك هذه نوع من أنواع الـ مثل ما بقوله هذه السرية العظمى، يعني هذه أعلى شيء بالشأن،
عملية إنه ياخدوا كمبيوتر ويفوتوا على النظام، وهذه يعني وافق علي بحسب الوزير وزني مبارح قال بالحرف الواحد إنه مصرف لبنان وافق. تعرفي حضرتك هذه حتى هني موظفين المصرف في مستويات من الـ من الـ شو بيقولوا من السماح الولوج إلى الولوج للنظام، لأنه عرفت كيف هذه أسرار بلد موجودة بتبقى بقلب المعلومات، وبالتالي هذه بالعكس أنا قريتها أنه خطوة كتير إيجابية وكتير، بس بتثبت هي بالنسبة هي هي أسرار بلد، بس هيدي حقوق مواطنين وشعب بكامل ظلم. ونحن وصلنا مع حضرتك للخواتيم، ولكن هلا عم بقرا بالتحليلات يعني، فبيقول بتقول إحدى التحليلات فمعركة التدقيق طويلة وشائكة والمنظومة السياسية لن تسمح بالذهاب بعيدا في الملف، وثمت خطوط حمراء تمس بالتوازنات السياسية ممنوع تجاوزها. وصلنا للأخير ونحن بعد ما بلشنا بعد ما بالمقدمة. إذا بتسمحي لي برجع بكرر لحضرتك، المشاكل اللي ممكن تواجه شو اسمه التدقيق الجنائي لم تعد على صعيد تسليم المعلومات، لانه هذا صار باعتقادي صار مثل ما بقولوا ورانا، هذا المشكله هي على صعيد العقد اكثر، وبالتالي هذا لازم ينتبه له. عشان هيك بس فينا نعرف ليش ظهرت يعني بالسياسه على طول في ارانب، وبتعرف حضرتك بيظهروا بيكون موجود الاتفاق منجز الاتفاق السياسي على تنقول الحكومه، بيطلع ارنب بفركش كل شيء. فينا نعرف هلا هول ارانب العقد ليش ظهروا هلا من بعد ما انحلت مشكله حلت بين هلالين مشكله المستندات؟ أنا حاحكي عنهم من وقت اللي مضيوا العقد من سنة الماضي، أنا قايل هاو الأمور حقيقة بمقالي بجريدة الديار، كاتب بالحرف الواحد عن هالأمور، ولم يعني ما بياخذوا بعين الاعتبار أكيد رأي الاقتصاديين، أقله بيعتبروه إنه كل واحد عم يحكي من شباك. طيب يا خي حتى لو عم يحكي من شباك، حيالله الشباك بدك إياه يحكي فيه، بس على القليل قري له شو اسمه وشوف إذا بتاخذهم بعين الاعتبار ولا لا. هاو منهم سريين كانوا على حدا، بس مثل ما بقولوا هلا بكره بيطلع لك بقصه انه يمكن والله انا هلا انا عم بعمل سبيكوليشن، عم بعمل مثل ما بقولوا عم بلعب دور المنجمي، عرفت كيف؟ بفرضيه طلع اسم جاسم انه مخالف بقلب هالتدي لقانون قيصر، عمل له شي عمليه مخالفه. طيب شو بتعملي يعني هون؟ ما هذا بصير يخل بالتوازن الاهلي والسلم الاهلي والتوازن السياسي، هذا يعني ممكن يكونوا مثل ما بقولوا هاو فيك تعتبريهم ساعتها عقبات حقيقيه. ليش وقفت على قانون قيصر؟ ما مثل ما هيدي حضرتك اعتبرتها، اذا تبين هالشيء انه بتخل بالتوازنات، ما افرقاء اخرين كمان اذا تبين انه هن متورطين ولا في عمليات مشبوهه لالهم، كمان هذا الشيء يخل بالتوازنات، يعني ما وقفت فقط على قانون قيصر يا دكتور، المشكله انه عندنا الاحزاب في طوائف وراها ودغري بنتخبى ورا الطائفه والطائفه بتطلع خطوط حمر. 100% انا اللي بدي احاول بس اني اقوله بهالنقطه، اذا ممكن قبل ما نوصله ويرجع يطلع لنا مشاكل جديده يرجع النظر شوي صغيرة لهالنقاط من قبل وزارة المال مع الشركة، حتى تكون الأمور واضحة من الأول، ومثل ما بيقولوا كل شيء أول واتفاق آخر رضا. خلينا نكون متفقين، خلينا نكون على الصعيد الهادي بخلال فترة هالشهر تيتسلموا كل المستندات، بعد في 20 نهار مش شهر، بعد في 20 نهار بآخر هالعشرين نهار ها يكون كل شيء خالص بما فيهم العقد يكون جاهز، حتى تقدر الشركة تنطلق. وأنا ما بعتقد أنه الشركة تتاخد نتائج أولية، ما بعتقد أنه بتاخد وقت كتير إذا كانت المهمة محددة، يعني إذا كانت المهمة واضحة بالتحديد بقلب العقد رح تعملوا 1 2 3، بعتقد أنا فيك تاخدي نتائج أولية بعد فترة عدة أسابيع فقط لا غير. بينما إذا كانت لم تكن محددة وكل مرة بدك تقولي لها للشركة إذا ممكن تعملي لي هاي وإذا ممكن تعملي لي هاي وإذا ممكن تعملي لي هاي، واحد هاو بده يصير فيه فوترة إضافية عليك، 2 بدهم يأخر لك بالنتائج اللي أنت ناطرتها. فإذا من هلأ حدد أنت شو عم بتدور، عم بتدور على فجوة مالية، روح على الفجوة المالية فقط لا غير، قل له خي بدي إياها لهالفجوة المالية قديش بدك وقت عليها. وهذا الأمر باعتقادي أنا أنه هذه من مهام وزارة المال، بعتقد الطابة صارت بوزارة المال اليوم بكل صدق، هذه نظرتي. طيب
داعي رئيس الجمهورية حكومة تصريف الأعمال لعقد اجتماع استثنائي وطارئ للبحث بهيدا الملف. البعض كان عم يحكي أنه ممكن يكون في إجراء إداري أو جزائي بحق حاكم مصرف لبنان. طبعا هيدا الشيء برأيك لا يمكن أن يتم بظل الوضع الحالي، صح؟ أنا بدي جاوب حضرتك مثل ما سألني السؤال أستاذ عماد مرمل على المنار. أنا بدي أنظر للوضع من منطلق وجهة نظر تاني، وخاصة على صعيد إذا بدك النقد، لأنه اليوم المشكلة الأساسية اللي عم بطلنا نحن كمواطنين هي موضوع الليرة اللبنانية. هل باتخاذ أي إجراء بيتحسن وضع الليرة اللبنانية؟ إذا بيتحسن وضع الليرة اللبنانية فليكن الإجراء، لأنه بالنتيجة مصلحة المواطن هي فوق كل اعتبار. أنا اللي شايفه واللي بعتقده أنه ما رح يوصل لنتيجة بموضوع الليرة إجراء أي إجراء إداري. لذلك طيب أنا في أسألك سؤال بالمقابل، بس ده كفاه الجملة. إيه تفضل. خلينا مثل ما بقولوا على طريق التدقيق الجنائي، وبعتقد يعني لاحقين نعمل مثل ما بقولوا ناخذ اجراءات ونعمل اصلاحات على جميع الاصعده. بس بدنا ننتبه للليره، لانه اليوم العنصر الاضعف في لبنان واللي هي مثل ما بقولوا كسرت له ظهره للمواطن هي الليره طبعاً. اللبنانيه. إيه مشان هيك رح اسالك السؤال بس بالعكس، هل بقاء رياض سلامه يمنع تدهور الليره بالمرحله المقبله ويمنع مزيد من الانخفاض بالليره بالمرحله المقبله؟ انا اعتقد سيدتي انه الامر منه اقتصادي بحت. لو اقتصادي بحت في جاوبك دغري هلا بايه او لا. بعتقد أنا هناك عوامل سياسية كتير كبيرة، وهذه بدها الأخذ بعين الاعتبار لأصحاب القرار. لذلك الأمر ليس فقط أمر اقتصادي إداري بحت، هذه بدك تنتبهي لست ريتا، لأنه حضرتك بتعرفي كسر بلد ما في أهين منه من خلال عملته. كسر بلد ما في أهين منه من خلال عملته، ونحن عم ندوقها هلأ. كنا ليكي وين كنا بال2019 وليكي وين صرنا هلأ. من ورا شو؟ من ورا ضرب العملة. عشنا حرب تموز، عشنا أحداث أيار، عشنا ال 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 أحداث أيار سبعة أيار، عشنا شو اسمه النزوح السوري، عشنا التفجيرات بال 2013 2014، الفراغ الرئاسي. شو بدي أخبرك؟ عشنا أيام صعبة، ولا مره كانت الوضع مثل ما بقولوا ميأس مثل هلا. السبب بكل بساطه انه انضربت العمله. اوعك تفكري غير شيء، العمله فهموها السياسات الدوليه، بدك تكسري بلد يعني مثل ما بقولوا بدون ما تعملي عليه حرب ضربي له عملته. ولاحظي كل الدول الكبيره يلي بتكبر راسها اول شغله بيعملوا بيضربوا له عملتها. في عندك حاله فنزويلا، في عندك حاله تركيا، بس في عندك حاله ايران. بس طلعت معلومات صحفية أنا ما عم بتبنيها، عم بنقلها عن مصادر التحقيقات اللي أجرتها القاضية غادة عون، وبتقول هذه المعلومات. أنا برجع بكرر، لا عم بتبنى، لا عم بنفي ولا عم أكد، عم بنقول أنه رياض سلامة هو الذي تلاعب بسعر العملة في أموال ببداية من بصيف 2019 بالليرة اللبنانية، صرفها على سعر الدولار وعملوا مكاسب من خلال الصرافين، وعملوا الصرافين مكاسب لما عرف رياض سلامة انه بده يعلى سعر صرف الدولار مقابل الليرة. هالشي خلاه يتعاون معهم تيعطيهم ليرة يشتروا فيها دولار من السوق ويرجعوا يبيعوا الدولار ويعملوا مضاربة على سعر الصرف. بأي سنة هذه حضرتك عم بتقولي؟ بصيف 2019، وبحسب المعلومات الصحفية اللي كتبت وانتشرت يعني بالساعات الماضية، مش أنا عم بكشف سر هلأ، استمرت عملية المضاربة على الليرة من بداية الأزمة، يعني من أيلول أول ما بلش يعلى شوي صغيرة سعر الصرف، كنا نحكي ب 2006 و2007، من أيلول 2019 استمرت هذه العملية لبداية 2020. وأكثر من هيك بتقول هذه المعلومات أنه كان في وديعة مجمدة بأحد البنوك
البنوك هذه الوديعة انفك أجل تجميدها اللي هو لل 2047، فك التجميد قبل بوقت رياض سلامة أيضا تيسمح بالمضاربة وانصرفت على شراء الدولار من السوق، وهذا الشيء على سعر صرف الدولار. يعني كلها يعني الرجل حتى الآن هناك علامات استفهام، ما بدي أقول شبهات، في علامات استفهام حول أداءه. أنا ماشي معك ستنا، خلي القضاء، ما زال القاضي هي ماشي، خلي القاضي هي تكفي بالموضوع ويكون القرار قرار قضائي. أنا بعتقد أنه هذه الطريق هي طريق سليمي، وأصلا فخامة الرئيس قال يعني بوقت من الأوقات أنه القضاء السليم وأنتم شو وأنا حميكم. صحيح، هذا اللي قاله للقضاة. فإذا خلي القاضي خليها هي تتكفي بالموضوع. أنا بعتقد أنه يعني لازم بقى نوثق بالقضاء بمرحلة من المراحل، خلي القضاء يمشي وكل ما لا طبعا مش هيك، نحن قلنا مش شغلتنا لا ندين ولا نوزع اتهامات في قضاء هو الذي يدين. الفكرة مش هون، برجع بكرر لحضرتك، القضاء إذا قام بواجبه القضاء مثل ما لازم، نحن ما منعود نشوف مثل ما بقولوا ديسفونكسيون ما بالاقتصاد، ما بعود بشوف شيء خلل بالاقتصاد، بس خلي القضاء يشتغل. يعني خليه للقضاء هو يعمل الاشياء اللي بده اياها، واكيد هون يعني مثل ما بقولوا بس يكون في تدخلات سياسيه والى ما هنالك، هذا الامر يعني مثل ما بقولوا من المفروض على الرئيس انه عملا بتعهده انه يحمي القضاء. نعم، عملا بتعهده انه يحمي له القضاء من اي تدخلات سياسيه ممكن انه تطاله. بس يعني بغض النظر عن الحيثية يعني او الاحرى الكونتينيو تبع المعلومات اللي حضرتك تفضلتي فيها، هذه القاضي هو اللي بده يحددها، بده يطلب من خبراء حتى يشوف، لانه في يطلع لك هلا انا بانتيتيز يعني مثل ما بيقولوا عمليه معاكسه للي تفضلتي حضرتك وقلتيها، من زيت الأحداث اللي حضرتك قلتيها فيه أرجع استنتج لك شيء تاني. لا طبعاً 100%، مشان هيك الملف بإيد القضاء وهو الحكم. إيه القاضي شو بيعمل؟ بياخد بعين الاعتبار. طيب إنه بتقولي لي إنه تدخل بالسوق عطى ليرات تيشتروا دولارات. طيب في اللي أنا يمكن إنه بقانون النقد والتسليف المادة الفلانية بتسمح له للمصرف المركزي يتدخل لحماية النقد وإلى مهنة، بصير بلاقي لك تبريرات. هذه ما في عندك إلا القاضي، بيطلع القاضي على الكونتكست تبع الموضوع وبيعين خبراء، وهو الخبراء بيطلعوا وبيعطوه رأي، ما بيعطوه شو بده يقول القاضي، لأنه القاضي هو عنده نظرة خارجية بياخد بعين الاعتبار أمور تانية، بينما الخبير اللي بيبقى معينه القاضي بيقول له شو بيقولوا التقنيات، بيشرح له التقنيات وبيجيب له التقنيات. أنا بعتقد خلينا نروح على القضاء، هذا القضاء لازم بقى هلأ نعمل له بوست كل شيء ملفات، ومن بيناتهم ملف التدقيق الجنائي باعتقادي الشخصي، أنا هذا رأيي، يجب أن يسلم الملف كمان للقضاء بموضوع التدقيق الجنائي بلبنان. نعم، امبارح وزير المالية غازي وازني تبلغ من حاكم مصرف لبنان رسالة مفادها بأنه ما بده يمس بالاحتياط الإلزامي على الإطلاق ورح يوقف الدعم، وأنه على الحكومة إقرار ترشيد الدعم وخفضه من 500 مليون دولار إلى النصف أي 250 مليون دولار شهريا، أي تخفيض الدفع سنويا من 6 إلى 3 مليار دولار. شو بدهم يعملوا بهيدا الصدد؟ وأي شعب بعد يمكن ألم الجوع رح يعرف طائفة أو حزب أو رجل سياسي؟ أنا شخصياً قلت يعني من فترة طويلة، وقلت على منبركم الكريم، كنت مع زميلتكم، بعتقد أنا أنه مش لازم نمس بالاحتياط الإلزامي، وخليني بس برر شو هالسبب. نعم، كلنا صرنا نعرف وما عم بحكي شيء جديد، انه هذا الاحتياط الالزامي هو مصريات المودعين بكل ما للكلمه من معنى. يعني هاو كل 100 دولار باخذهم من البنك في 15 دولار بيجوا من هاو الاحتياط الالزامي يلي موجودين بمصرف لبنان، فاذا هاو مصرياتي، مش انه والله مثل الاحتياط العادي، لا هذا احتياط عن جد مصرياتي. قلت انا انه لبنان بده 300 مليون دولار بالشهر إذا منعنا التهريب، وهو 300 مليون دولار عم يوصلوني الرادي، عم يوصلوني إذا منعنا التهريب كله سوا، عرفتي كيف؟
بما فيهم المحروقات وبما فيهم كهرباء لبنان الفيول يعني لمؤسسة كهرباء وبما فيهم وبما فيهم بدي 300 مليون دولار بس نمنع هالتهريب وهو 300 مليون دولار الردي عم يجوني الصادرات تبعولي عم بي مثل ما بقولوا عم بيرجعوا بردوا دولارات هاو الدولارات مع بشوية التحويل اللي عم تجي من الخارج أنا بعتقد منغطي حاجتنا بالكامل وما عاد عنا إشكالية مشكلة على صعيد الدولار كدولار ليش بدي روح استنزف أنا الاحتياط اللي باقي من العملات ويعني الاحتياط الإلزامي اللي هني مصرياتي وضلني ادعم التهريب حضرتكم عارفين انه التهريب عمليات التهريب في الثاني القصة في الثاني لانه في غطب بمطرح من المطارح على عمافيات بتضم مثل ما بقولوا من بيناتهم تجار من بيناتهم مهربجيه من بيناتهم صرافي من بيناتهم مصرفيين قاعدين عم بيهربوا وعاملين عمليه يعني التهريب. ممكن لتفادي هذا التهريب تكون انه احدى الحلول هي البطاقه التمويليه يعني هي البطاقة التمويلية مبارح تلقيت بس مين بده يمول هالبطاقة التمويلية؟ هي ممولة من القرض البنك الدولي هلا بالوقت الحالي على فترة بس إذا بتسمحي لي مثل ما مبارح أحد الدكاترة بالجامعة اللبنانية اللي اتصل فيي وعم بيحكيني عم يعطيني رأي عن موضوع البطاقة التمويلية وعم بيقول لي إنه ما فيها عدل إنه هذه بدك تعطيها للفقراء الطبقة الوسطى بترجع بتفقر صح. ومعه حق هو فيها بالقصة. أكيد معه حق ولكن قلت له أنا هذه البطاقة التموينية بغض النظر عن كل سلبياتها بس هي نقطة بداية بعدين بالمرحلة الثانية بيصير فيك تحسن أكثر يعني خليني أقول بعد شهر من ما يحطوها للبطاقة التموينية بيرجعوا بيعملوا عملية تصحيح إذا في ناس لازم يشيلوهن ما إلهم حق يشيلوهن وإذا في ناس إلهم ما يعني إلهم حق ومش محطوطين يرجعوا يحطوهن هذه بتكون عملية متواصلة حتى نوصل للعدالة حقيقة الاجتماعية اللي ممكن أنه تأمنها هذا الأمر ولكن وقف الدعم بدون أي إجراء من تاني جهة صدقوني سيداتي أنه هذا الأمر صورة. رح يكون كتير خطر كتير خطر وما بعرف يعني أنا شخصيا برتعب بس فكر بهالأمر برتعب حضرتكم شفتم بارح قدام وزارة الاقتصاد واللحامين كيف عملوا نعم. ببعضهم على كل حال هذه عيني عن ما ممكن أنه يصير لاحقا إذا عن جد وصلنا لهالأمر بعد في نقطة أخيرة إذا معي 15 ثانية تفضل في موضوع الحكومة لازم بقى تهز حالة شوي صغيرة وتشتغل هو الحل السياسي لتنحل القصة لا نعم. عم بحكي عن حكومة تصريف العمال هلأ بهاللحظة بهاللحظة هذه طيب أنا اليوم عارف حالي من بعد تقرير منظمة الفاو إنه الأسعار المواد الغذائية رح تطلع طيب شو ناطرين ناطرين علي تتموتوني من الجوع بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة تفضلوا روحوا اشتروا المواد الغذائية بواسطة عقود إيجلي يعني سبتوا السعر من اليوم لأنه عارفين إنه الأسعار رح تطلع بكرة منصير نصرخ بعد ثلاثة شهور بتستضيفوني تتقولوا لي شو رأيك شو الحل تنعمل عم نقلكم من هلأ يا جميع جيبوا خبر أحد منكم بالبنوك بيعملوهم كل يوم هاو العقود الإيجلي تفضلوا حكوا معهم وخدوا رأيهم استشيروهم بموضوع شراء مواد غذائية بعقود إيجلي حتى ما نوصل لوقت ما نعود نقدر ندفع حق الأكلات لأنه كل ارتفاع دولار بسعر المواد الغذائية برا صحيح بيرفع الأسعار بس في عندك رفع زيادة عندنا نحن بسبب الدولار عشان هيك مفعول رفع المواد الغذائية ارتفاع سعر المواد الغذائية بالخارج عنده مفعول مزدوج علينا صحيح بدي أختم معك بسؤال بهم كل الناس اللي للبلبلة اللي صارت حول كلام وزير المال غازي وزني اللي بيتعلق بودائع اللبنانيين لما بيطلع بيقول غازي وزني انه احتمال خسارة كل الودائع موجود بيرجع بيوضح بتغريدة عبر تويتر انه ما نقل غير دقيق وانه ممكن يكون في معالجات للحفاظ على هيدي الاموال من الاخر دكتور في امل بهالودائع جنى العمر ولا خلص طاروا اسمحيلي انا كل احترامي ومودتي للدكتور غازي وزني هذا صديق قبل ما يكون وزير نحن كمان انا صراحه صديق ومنعزه ومنحترمه بس في بلبله صارت لا 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 اكيد ما بوافق الراي ابدا على الخالص السبب بكل بساطه نحن ودايعنا مقسومين لقسمين قسم الليره وقسم الدولار قسم الليره ما في اشكاليه عليه لانه مصرف لبنان هو اللي بيطبع العمله اكيد كل ما طبع عمله كل ما قلت قيمتها صحيح بس هذه ما في مشكله عليها الإشكالية على الدولارات شو نحن عم نقول؟ عم نقول إنه والله ما في دولارات
ست ريتا حضرتك خبيرة أنت شيء بالأشياء المصرفية؟ أكيد مخصصك. وأنا ما خصني وكل الناس ما خصصها. نحن حطينا وديع بقلب المصارف بالدولار، أو الوديع محميين بواسطة التزامات من قبل المصارف اتجاهنا، حميهم الدستور، هناك قدسية للملكية، لا معالي الوزير ولا الحكومة ولا المجلس النيابي بيقدروا يغيروا شيء إذا ما عدلوا الدستور، لأنه هذه بمقدمة الدستور قدسية الملكية. فإذا أنا ما بدي أعرف بالحلول، ولا حضرتك بدك تعرفي بالحلول، أنت صح. بد مصرياتك 100% على المصارف تتفضل تعمل حساباتها وتعطي جدول زمني للناس أي متى بتبلش ترد لهم مصرياتهم، هل قد حقها هلأ مصرياتهم دولار؟ مش قادر أكيد شو لكان شو أنا بشو حطيت مصرياتي أو بيعطوني إياهم باللبناني، عرفتي كيف، بالسعر اللي هذا، بس أنا ما يعني مني موافق. اسمعيني بس نطفة صغيري، جست صغير من قبل المصارف، لأنه إذا أنا بدي أعمل شغل المصارف خليوني يزيحوا هني على جنب وصرت أنا المصرف، وزيت الشيء بالنسبة لحضرتك وزيت الشيء بالنسبة للكل. أنا اللي عم بقوله إذا بيعملوا جست صغير بيقولوا مثلا للناس يا خيي كل شهر أنا رح أعطيك 1% من قيمة وديعك القديمة، اللي يعني اللي قبل 2019، بس الناس تبلش تشوف الدولار بين إيديها يعني ينخفض سعر الصرف أكيد، ومش هيك بس ما بعودوا يطلبوا بكل الهادم، هني عارفين انه بيقدروا يسحبوا مصرياتهم ساعه اللي بدهم، صحيح في بيرجع الثقه الدولار. انا الفكره اللي عم بقولها على المصارف انه تقدم جدول زمني لاعاده الوديع للناس. هلا بتقلي ما فيها تلتزم، بدها مصرياتها من الدوله، تتفضل تقعد المصارف هي والدوله ومصرف لبنان ويلاقوا حل. اذا ما بيقدروا خليهم يزيحوا على جنب، في ناس بيقدروا غيره. تيطلع معالي الوزير ويقول انه الوديع يمكن طاروا او يمكن، انا مش هذا اللي قصدي، انه في حلول انه ممكن، هذه منش مشكلتي، صح منا مشكلتي كمودع انا. نعم. مصرياتي بدي اياهم مثل ما حطيتهم، وبرجع بكرر لحضرتك ست ريتا، لا يحق المجلس النيابي انه يحط هيركت على الوديع، يعني حتى بالخطه الحكوميه الماضيه ما كانوا بيقدروا يعملوها الا بحاله وحده اذا قدروا يعدلوا الدستور. شكرا كثير لك على هذه المداخلة. هذه حماية لنا نحن. طبعاً. شكرا لضيافتكم. شكرا كثير بروفيسور جاسم عجيقة على كل هذه المعلومات. من روح تنقرأ سريعا عناوين الصحف، البداية مع جريدة الأخبار اللي عنونت هيل إلى بيروت الأسبوع المقبل، هل يمتنع نجار عن تعديل الحدود البحرية؟ صحيفة عم تتحدث عن ضغوط أمريكية. كلنا بنعرف أنه من يومين مجلس حسان دياب اجتمع مع الوزراء المعنيين وأقروا مرسوم تعديل الحدود البحرية مع الجنوب اللي هي كانت على أساس من 160 كيلومتر، نضاف لها 1400 كيلومتر. طبعا هذا المجهود اللي كان عمله رئيس الجمهورية بهذا الشأن للحفاظ على حقوق لبنان من بعد ما كان الآخرين تخلوا عن هذه الحقوق من خلال المرسوم المبتور اللي طلع بحكومة السنيورة. الحريري يلغي زيارة دياب للعراق. أيضا بمعلومات لصحيفة الأخبار بتقول الصحيفة أنه هناك تدخلات سياسية أدت إلى إلغاء زيارة دياب إلى العراق اللي كانت مقررة الأسبوع المقبل. هذه التدخلات بملف النفط، صحيح، أجت من السعودية وأجت أيضا من سعد الحريري على ذمة الأخبار. بالعناوين أيضا السعودية تعرض التفاهم، خسرنا مأرب. الجمهورية عنونت لا تنازل لا تفاهم لا حكومة، ضرب ممنهج لقطاع المطاعم. في الديار ممارسات الحريري قطعت شعرة معاوية مع عون التدقيق الجنائي أول الغيث، والمبادرة الفرنسية تترنح والناس إلى الشارع تعبيرا عن غضبهم. البناء عنونت موسكو تتحدث عن تقدم نوعي في فيينا، والأربعاء جولة ثانية لآلية رفع العقوبات. تحرك بري مستمر على نار هادئة بانتظار انقشاع الضباب الدولي والإقليمي. التدقيق الجنائي يتلقى جرعة أكسجين بانتظار وفاء المصرف المركزي بتعهداته. في اللواء عض أصابع في معركة التدقيق، وأسبوع العقوبات الدولية ينعى التأليف. بغداد تطلب إرجاء استقبال دياب، ووزني ينتظر العودة إلى بيته. كاريكاتير الجمهورية، إذا نقطعتوني رح أتوجه شرقا. هون البيت الأبيض أعلن أنه الرئيس بايدن طلب 715 مليار دولار لمواجهة روسيا والصين.